قعدت في بنسيون. وعلى فكره انا لقيت شغلانه سكرتيره في شركه توظيف عماله في الخير. والله يا نجوان يا خير ما فعلتي، او برضو احسن بالقعده مع ابوكي الاهبل ده. انا اسف بس اصله غريب قوي، ده قال كلام قدام الاطفال ما ينفعش يتقال، ده انا اتكسفت. اخبار الفلوس ايه؟ سيبك انت من حكايه الفلوس، انت شكلك بتحلم. بص بقى يا ابراهيم، تعرفش تلاقي لي بيعه حلوه للتليفون ده؟ عايزه فيه كام؟ معرفش بس مش عاوزه اخسر فيه كتير. يا نهار ابيض، ده رقم من اليونان. رقم من اليونان؟ ومين اللي معاه رقمك في اليونان؟ لا اصل هي اصل ده مش تليفوني، ده رقم مروان اللي في اليونان. تلاقي حد بيكلمه عاوزه في حاجه ومش عارف ان التليفون معايا هنا في مصر. ممكن يكون عايز مروان عشان خاطر الفلوس او نطلع منه مصلحه. هو انت ما فيش دماغك غير الفلوس؟ يعني لو حد في اليونان وعاوز مروان في حاجه هنطلع منه مصلحه ازاي واحنا هنا في مصر؟ مش عارف مش عارف. طب ردي ردي بس ونشوف بعدين. ردي مين؟ شوفي مين وعايز ايه. ردي ردي يلا، انت ما عندكيش حاجه تخسريها. رد. حاضر. الو مروان، انت بتعمل ايه متخلف انت؟ اتقالي بقى ياما عشان تتكيفي. دلوقتي هو اكيد هيكلمك تاني، قولي له الخط قطع. ولو سالك انت فين قولي له انا لسه في اليونان، بس لما خطفوك انا خفت وهربت على اي محافظه بعيد ولا حاجه ومسافه السكه وابقى عندي. ردي. هقول له ان انا في اليونان ليه؟ اتقالي ياما على الصبر، اتقالي ياما على الصبر عشان افهمك. ردي 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 وانا هفهمك على كل حاجه بعدين. لا انا لا هرد ولا هقول له ان انا مسافره ولا ان انا في اليونان. نجوان انت مش خسرانه اي حاجه يا ماما، ده ابوكي اللي هو ابوكي شايفك شمال وكرشك. ردي. الو ايوه يا مروان. ايوه يا مروان انا سامعاك. اه بالاخر كده انا قلقان على الست اللي قاعده عندك ديت. ما تقلقش دي هايدي، دي جميله قوي. عارف الناس اللي احنا بنتفرج عليهم في التلفزيون؟ تخيل بقى لما حد منهم يجي لك ويقعد عندك في بيتك وياكل من اكلك وينام على سريرك. دي طلعت طيبه وغلبانه قوي. انت جامد قوي يا سوكا يا فنان. ربنا يخليك يا ابن عمي. ربنا انا عشان تعرفي ان انا معروف. ماشي يا عم المعروف. المهم انا بقول ان هي طيبه ماشي، من الاخر كده هتعطلني من الموضوع اللي انا عايزك فيه. وانت عايزني في ايه بقى ان شاء الله؟ تكونش عملت غنوه جديده؟ لا. امال ايه؟ من الاخر كده عندي مشكله في اللبس. لبس؟ ليه؟ ما انت جبت كام طقم اهو ربنا فرجها معاك. المشكله بقى في الكام طقم دول، مش عارف انسقهم مع بعضيهم عشان اروح لاخوكي واطلب ايديكي. انت بتقول ايه؟ بقول لك مش عارف انسق يعني البنطلون مع الجاكيته عشان اروح لكم البيت واطلب ايديكي. ابله ايه؟ استنى يا سوكا انت بتهزر صح؟ والله ما بهرج بكلم بجد. يعني انت هتروح لفواز وتقول له انا عايزه اطلب ايد هاجر وتخطبني وتتجوزني وكده؟ ايوه اروح لاخوكي فواز واقول له ان انا بحبك ونفسي اتجوزك واخلف خمس عيال يكونوا شكلك واسمهم هاجر. انا بحبك يا سوكا. بس يا بنت ايه مجنون احنا في الشارع؟ اصل انا بحبك يا سوكا. بتقول ايه؟ بحبك. طب ممكن تقوليها كمان؟ بحبك يا سوكا. بحبك يا عم ابن على البنت دي. بتمسكي امسكي بتحبني يا جدعان؟ بتحبني. شوفي بقى نجوان، انت بدل عيشه البنسون والقرف ده تتسافري تعيشي برنسيسه احسن، تخليكي جنب مروان وعينك على الفلوس وانا شويه وبحصلك لما اعمل التاشيره واوضب قرشين. هلعب انا وانت لعبه ونرجع بالفلوس. انا مش مسافره يا ابراهيم، وفلوس ايه اللي احنا هنجيبها؟ وبعدين انا خلاص تعبت ومش قد البهدله دي. شوفي ياما انت هتطلعي من هنا على المطار وش البطيخه بقت بتاعتك واللعبه مضمونه، ما تشوتيش ليه؟ محدش يقدر يلعب مروان، ده ممكن يوقع اي حد. وبعدين انا بصراحه خايفه منه، مش عاوزه ارجع له برجليا تاني. انت بس سيبيني نفسك، انت اصلك ما شفتيش لعبي. انا بحب العب مع الحريف ده، انا هلعبه واشمسه واعلي الكوبري والبسه الجول والجمهور كله هيهتف ويسقف. طب وماما؟ ماما ده ماما دي في عناية. على فكره نجوان انا بحب امك دي حب، يعني شوف ربنا عالم اصلها شبه امي بالظبط. امك دي في عناية ما تقلقيش. بس انا مش عاوزه اسيبها تاني لوحدها. طب تسيبيها وترجعي لها بالاخضر اللي يعمل لها العمليه ومو 75,000، ولا تخليكي جنبها وتشوفيها وهي بتموت؟ ما تقولش عليها بتموت، بعد الشر. ايدك بس على فلوس الطياره وانا هعمل كل حاجه، واول ما تروحي المروان هناك اللي فيه باي قصه من بتوعك وولعي في الباسبور بتاعك ليعرف ان انت سافرت. اولع في الباسبور بتاعي وايه لازمه ده كله؟ عارفه يا نجوان واحنا راجعين بالفلوس هوقفك في المطار واقول لك شفت كبداكي عمل ايه؟
انت عارف هما سموني كبداكي ليه؟ عشان اي موضوع بخش فيه بسيب الناس تعضعض فيه الاول، واقوم جاي انا مادد ايدي وجايب كبده. خليكي مع كبداكي يا نجوان، وانت عمرك ما هتخسري. اشتري منه. يعني ايه يا هاجر؟ قلت يومين وهو عدى اليومين، انا عايز ابقى براحتي في بيتي. فواز ابوس ايدك وطي صوتك. ما هو ضيف له تلات ايام عندنا، نشيله في حنا وعلى راسنا كمان، لكن ما توصلش ان انزل اقعد على القهوه عشان ما ينفعش اقعد مع حرمه غريبه في بيتي. يا فواز يا اخويا، ده انت ابو الواجب، انت ما ربيتنيش على كده، الست في بيتنا عيب. بقول لك ايه، فضيها سيره بقى، انا مش عايز وجع دماغ. طب بس بدل ما تسمع صوتك بقى. مش هي... انا همشي. لا يا هايدي، هايدي استني بس، اصل فواز متضايق شويه. معلش عشان خاطري. معلش يا هاجر، انا لازم امشي، مش عايزه اعمل لك مشاكل اكتر من كده. مش هينفع اسيبك تمشي يا هايدي عشان خاطري، خليكي قاعده. شكرا قوي يا هاجر. يا هايدي استني بس، اسمعي. حاجبك كده؟ تفتكر اللي انا بعمله صح ده يا ابراهيم؟ صح الا صح، ده صح الصح يا ماما. تعالى ابراهيم. ايه؟ انا مرعوبه من مروان، خصوصا بعد اللي حصل له ده، انا مش عارفه هلاقيه عامل ازاي. قلنا ما تخافيش يا نجوان، انت اهم حاجه بس اول ما توصلي بليفين موضوع ان انت لسه كنت في اليونان. وولعك ام الباسبور عشان ما اعرفش ان انت سافرتي. ها، وايه لازمه ده كله؟ لما نرجع ومعانا 50 مليون اخضر هتعرفي ايه لازمته. ماشي، يلا يلا اهي، يلا خد، يلا. لا اله الا الله محمد رسول الله. خدي بالك من نفسك. ها ماشي. يلا مع السلامه. بقول لك ايه، ما تنسيش الا ها. يلا يلا، باي باي. باي باي. بقول لك يا واد، قولي. انا مش هقبل اقل من عربيه مرشيدش تلات عيون. على حظك ياما، نازل عربيه تويوتا فيات 27 مرسيدس خمس عيون، مش خساره فيكي ان شاء الله. بدل مرسيدس خلاص. عايزه كمان ايه يا واد؟ شقه كبيره قوي قوي وواسعه كده، هوت وبرحه، فيها يجي خمس اوض واربع عفشات ميه. اربع عفشات ميه؟ عفشات ميه بس، تكون ايه الواحد يقعد يرتاح عليها كده. هو تبقى تعالى سكع وزي. ايه ايه ايه، انا قاعده بتكلم مع ابني كلام خصوصي واسري، تيجي كده بقول لك ايه؟ تعالي هنا يا اختي، قولي لي مين البت الموكوسه اللي انت كنت جايبها لنا ده، وهتعملي لنا مشاكل ومصايب. بقول لك ام سوك، مش ناقصاكي خالص دلوقتي، ومش عايزه حد يفتح بقه بجنس كلمه في الموضوع ده. ماشي. لا ده انا ام سوك افتح بقي واقول اللي انا عايزاه. سكت امك يا سوك احسن. اسكتها بيت الام. خلاص يا كوريا، تعالي تعالي حبيبي. في ايه يا اختي؟ بقول لك ايه، البت هايدي. هايدي هايدي مين؟ جمالات يعني. مشيت من عند هاجر، اخوها ما طلعش راجل معاها وعايزين نتويها. هي دلوقتي مع خالي وانا رايحه لها. تعالى معايا. بقول لك يا كوريا، فكيني انا من الحوارات ديت، انا عندي شغل. كده برضك يا سوكا؟ ده انا اختك وبقول لك محتاجه لك. طب عشان خاطرك انا هخلص شغل وهرن عليكي. خلصنا ولا يلا؟ شوف يا اخويا امك، شوف امك. خير ياما، كملي بيت الطلبات ياما. بص بقى، وكمان عاوزه ايه يا واد؟ اوضه مسافرين. ألف سلام عليك يا حبيبي. أنا أول ما رجعت وشفتهم بيخطفوك خفت بصراحة، وحسيت نفسي إن أنا تايهة، وخفت لا يخطفوني أنا كمان أو يعملوا فيا أي حاجة، عشان كده اضطريت أهرب. رحت جريت أخدت القطر وطلعت بره أتينا، وقعدت عند الناس غلابة كده. أنا قلت أوفر على قد ما أقدر عشان ما كانش معايا فلوس كتير، وما كنتش عارفة هفضل هربانة لغاية إمتى. شفت بقى يا نجوان، انت من غير ما تسويش حاجة. ما انت اغلى حاجة في حياتي. حاولت اكلمك كتير على نمرتي، عشان دي كانت النمرة الوحيدة اللي انا حافظها، بس ما كانتش بتجمع. ما هو بصراحة انا خفت لا يعرفوا مكاني بالتليفون، عشان كده كنت اغلب الوقت قافلاه. عايز اروح، عايز اروح الشقة بقى، زهقت من قعدة المستشفى دي. خلاص اهدى، احنا ما نروح. عايز اعرف جسم الكلب ده فين عشان ادفعه الثمن غالي قوي على اللي عمله. انا خلاص هموت وهشوفه قدامي عشان اطلع روحه في ايديا. خلاص بقى انسى جاسم ده وخلينا نشوف حياتنا. كل اللي عملته في حياتي ده كوم، واللي عمله في جسم ده كوم تاني.